وتحايا الصباح أيضا للشباب وللطلاب أصحاب الطاقات التي يمكن ويجب أن تستثمر في الجانب الإيجابي، وكيف يمكن أن تكون هذه الطاقات حتى تخرج في الجانب الإيجابي. سعداء اليوم في مساحة الشباب في صباح الشروق أن يكون معنا الباش مهندس عمار محمد، هو مشارك في مؤتمر تكنولوجيا النفط العام 2019 وحاصل على منحة بتروناز بلس لأربع مرات. مرحب بك وصباح الخير. يا هلا بك، صباح الخير عليكم وعلى كل الناس اللي بتشاهد الشروق وين ما كانوا، إن شاء الله يكونوا شديدين وطيبين. وشكرا على المقدمة اللطيفة، وكمان برضو إحنا إن شاء الله نقدم فقرة لطيفة يستفيد منها الناس. مرحبا بك، وبداية خلينا نتحدث عن المؤتمر والمشاركة في المؤتمر، وأنت كنت طالب في الجامعة لسه أو في الكلية، فيمكن يكون الجميع اللي بيشاهدونا عن شكل هذه المشاركات بيبدأ الحديث في البداية في تكوين الشخصية واختيار التخصص، وكثير من الداخلين للجامعات بيكون عندهم شيء من أنه هم ضايعين في اختيار التخصص، فكيف بدأ اختيار التخصص بالنسبة لعمار؟ طيب، هو ده اصلا يعني سؤال قتل بحثا ونقاشا، والناس ما لقت له اجابه لسه، وانا ما هنا عشان ادي اجابه ولا انزل المناسب. لا، نحن هو نوقش، لكن احنا دائما لما نجد انسان عنده شيء من التميز بنحاول نعرف المداخل حتى جداً نجد الحل. جدا جدا طبعا هو النقاش بتاع التخصص في السودان، هو يعني الناس اللي بتنتقد، حتى الناس اللي بتخش تخصصات في السودان بينتقدوا ناس الطب والهندسه، وانه كل العالم وكل السودان ماشي للهندسه والطب، لكن هي صح، دي حاجه غلط وما كويسه، ودي مشكله بتاعت الاباء. اظن هسه الموضوع ده شويه يتحسن، الوعي زاد شويه في الموضوع ده. انا الدائره الناس تركز معه في موضوع التخصص، انه شنو الماشي في العالم، والعالم هسه بقى كيف مواكب اكثر. طبعا طبعا، انا يعني الناس حتى اللي بتنتقد موضوع الطب والهندسه برضه بيمشي في المسار بتاع التكنولوجيا والاي تي والاي اي، برضه هي تخصصات ممتازه شديد وسمحه شديد، لكن هسه حاليا في العالم التخصصات الترند والواصل شديد في العالم هي تخصصات ممكن الناس تتفاجئ منها. الفلسفه، الفلك، الجغرافيا، التاريخ، دي تخصصات هسه العالم ماشي فيها شديد، وتخصصات مربحه يعني طبعاً الناس وخصة التكنولوجيا. طبعا طبعا طبعا، الناس بتخاف من عايزه تخصص الطب والهندسه او الاي اي عشان ممكن تكون فيها قروش، ممكن العالم ماشي عليها، لكن في التخصصات دي برضه مهمه شديد والعالم هسه مركز معها شديد. صح، حتى النقد لدخول الطب والهندسه ما بيكون نقد للتخصص قدر ما هو بس تركيزنا على التخصص، يعني فهم الاسر في انه الانسان لابد ان يدخل يكون طبيب او مهندس، فاختيارك بشكل خاص، يعني بتكلمت عن النموذج انت ما كلمتني جدا عنه. انا اختياري ممكن اقول حاجه غريبه، انا خشيت الهندسه بنصف رغبه، ممكن نصف رغبة دي شوية ما مفهومة للناس، يعني أنا كنت عايز أخش هندسة وعايز أخش هندسة نفط، لكن في حتة بتاعت ليه أنا ما يعني عايز أخش التخصص ده، فكان ممكن شوية تأثير المجتمع، أنت بتسمع من الناس إنه تخصص فيه قروش كثيرة وكذا، وأنا برضو كان عندي يعني قصة شخصية وراوي إنه الوالد كان مفروض يخش وما قدر يخش، فهي دي ما رغبة حقيقية، دي نصف رغبة، لأنه أنت في الوقت ذاك ما بتكون واعي بأنت عايز شنو أو أنت بتقدر على شنو أو أنت بتفهم في شنو، فخشيت بنصف الرغبة دي، والحمد لله الواحد قدر يعني يصل كويس في المجال ويتميز فيه إلى حد ما يعني، لكن يعني أنت وصلت الرغبة الكاملة، يعني حسيت إنه أنت حابب التخصص وعايز تتميز فيه. يلا هنا في سنة ثالثة كان أنا بديت أخش في جمعية اسمها الـ SPE Society of Petroleum Engineers، والجمعية دي هي جمعية عالمية المقر الرئيسي في تكساس، لكن عندها فروع يعني في بلدان كثيرة، والسودان فريع، في فريع للمهندسين سكشن وفريع للطلاب اسمه تشابتر، فأنا خشيت في التشابتر ويعني شوية كده بديت أتلمس، ومنها بدأت المشاركة في طبعاً طبعاً مؤتمر التكنولوجيا النفط، فخلينا برضو نتكلم عن المشاركة دي، يعني طيب. حاجة من الأشياء المميزة بالتأكيد. طيب، الحمد لله دي واحدة من أميز الحاجات اللي حصلت لي وأنا في الجامعة، انه قبلت في الاي بي تي سي الانترناشنال بتروليوم تكنولوجي كونفرنس، والمؤتمر هو مؤتمر للمهندسين لكن فيه جزء اسمه ايديوكيشن ويك ده للطلاب، وبيختاروا تقريبا اولموست 70 طالب حول العالم، ممكن من الدوله يكون في 2 أو 3، لكن السنه اللي انا قبلوني فيها كنت براي ممثل للسودان، وكانت من اميز التجارب، مشيت عرفت فيها الصناعه عن قرب، كونت شبكه علاقات كويسه شديد هناك، ويعني قدرت اعرف شنو نفط
ومن هناك بدأ الحماس إن الواحد ممكن يواصل في المجال بطريقة كويسة. وكل المشاهدين، إحنا لما نجيب شاب مميز في صباح الشروق بيكون هدفنا إنه تقديم النموذج اللي بيشاهدونا في صباح الشروق، في إنه هو كيف تكوين الشخصية، في إنه هي تكون عندها بصمة مميزة على إطار الدراسة ولاحقا في المجتمع يعني وفي الارتقاء بهذا البلد. فخلينا ضمن مشاركتك في هذا المؤتمر، بصمة عمار محمد، يعني إحنا ما مع المشاركة فقط، كيف يمكن الإنسان ضمن المجموعة يحقق بصمته؟ طيب، هو طبيعة المؤتمر هي ساعدت أول حاجة إنه أنا أخذ بصمة، لأنه المؤتمر طبيعته إنه الطلاب بيعملوا بروجكت في آخر المؤتمر، وبحضروا له من بدري، لكن يعني بيقدموه في آخر يوم في المؤتمر، فكانت الحمد لله بصمة واضحة شديد، وشغلي في البروجكت ذاته كان ممتاز. هو صح البروجكت هو شنو كان التوبيك أو العنوان لل البروجكت؟ شوية هو تخصصي، بيتكلم عن الجيولوجي في حقل في إندونيسيا، ويعني اشتغلنا عليه ونحن 6 شباب، وكان من البروجكتس المميزة، وأنا بصمتي فيه وكانت كويسة الحمد لله، مع إنه هسا بوضعي هسا بشوف إنه كان في حاجات مفروض أفضل أعملها، لكن كان من أميز البروجكتس الحاصلة هناك في الاي بي تي سي. على ذكر حاجات أفضل، نحن دائما بننتظر يعني إنه نحصد الحصاد الأكاديمي لحد التخرج، وبعدها الإنسان بيبدأ في تنمية الشخصية وقدراته وغيره. دي برضو من الرسائل الصباحية اللي حابين إنه نرسلها للشباب، شنو الأشياء الممكن الإنسان يستفيد منها، القدرات والمهارات وتنميتها من خلال الجامعة ووجودك في الجامعة قبل الخروج منها، لتكون أنت جاهز لسوق العمل يعني، فدي جوانب مهمة. طيب، هي المهارات الممكنة الزول يمتلكها في الجامعة كثيرة ومتعددة، وبتختلف واحد على حسب الزول وعلى حسب التخصص طبعا، لكن في حاجات كومن ومفروض الناس كلها تعرفها، أنا قدرت أنجز جزء منها وجزء ما قدرت الحمد لله، فعشان كده بقول للشباب، كنت داري زمان زول يقول لي الكلام ده هسه، فأنا بحاول أقول للشباب المهارات الممكن يعني ينجزوها في فترة الجامعة عشان يرتاحوا بعد. وأول مهارة مهمة شديد هي اللغات، موضوع اللغات ده مهم شديد، ولما نقول لغات الناس غالبا بتمشي للغة الإنجليزية، للأسف هي بقت ما لغة تانية تعتبر، هي بيسك، فأنت لما تكون عندك لغة إنجليزية ما يعني ما بتقدر تواجه العالم وتقول أنا عندي لغات يعني. فأنا كويس في الجامعة، انجزت اللغة الإنجليزية بطريقة كويسة، لكن كنت متمني أبدأ في لغة تانية، ودي ما قدرت أعملها، فدي واحدة من الحاجات المهمة. وممكن الزول في فترة الجامعة ممكن الناس تقول 4 سنة بسيطة إنه أنا أنجز فيها لغتين أو أكثر، لكن هي حاجة ممكنة، أنت ممكن تصل لمستوى كويس في اللغة، في لغة تانية غير الإنجليزي طبعا، والإنجليزي مهم يعني. الحاجات الثانية في هسه في يعني حرف كده ظهرت ترند، حرف ناعمة طبعا، زي الجرافيك ديزاين، زي الاي اي، البرمجه دي يعني برنامج طويل، موضوع طويل، وفي اي زول في اي تخصص مفروض يكون عنده في الاي اي، لازم حتى لو كنت طبيب مفروض يكون عندك فيها، ودائما البحث عن الاشياء اللي هي بتدعم خطك الاكاديمي كمان، يعني مع الاكاديميات ممكن نكتسب هذه المهارات والقدرات المختلفه. خلينا نتحدث عن منحه بتروناز، انت اخذتها لاربع دورات، فخلينا برضو نتكلم عن منحة بتروناز بلس. طيب، منحة بتروناز بلس هي منحة تعتبر من جانب الخدمة المجتمعية، بتعملها شركة بتروناز للطلاب المميزين في جامعة السودان، والشرط الرئيسي في المنحة إنك أنت تكون عامل امتياز، فكل ما أنت عامل امتياز بيجي يعملوا تشيك للنتيجة حقتك، لو لقوك عامل الامتياز طوالي بيدفعوا لك رسوم الجامعة، فهي منحة في شكل خدمة مجتمعية، الهدف منها إنه يدفع رسوم الجامعة للطلاب المتميزين الحصول عليها. أيوة. طيب، هي يعني المنحة أنت أخذتها لأربع مرات، فنحن علشان كده كل اللي بيشاهدونا عايزين نقول لهم طريقة المنحة نفسها يعني. طيب، هي المنحة ممكن تكون في تخصص أكثر وفي جامعة السودان أكثر، لأنه شركة بتروناس هي شركة متخصصة في النفط والطاقة، فهي بتعملها لطلاب جامعة السودان كلية هندسة النفط والتعدين. كل المطلوب منك إنك تعمل امتياز في الجامعة بس. أتمنى لك كل التوفيق، أتمنى كل الشباب اللي بيشاهدونا اليوم يكونوا قادرين دائما على تحقيق ما يواكب ما يطلب في سوق العمل، تنمية المهارات والقدرات المختلفة، وبالتأكيد هي تحايا لكل شباب السودان ولكل هذه الطاقات الشابة، وتحايا لكل ما شاهدونا صباحا لليوم. بهذه المساحة نختتم صباح الشروق الذي نتمنى دائما أن يكون بداية موفقة ليوم موفق للجميع، هذه تحياتي وفريق العمل.
في أمان الله.